بدأ الإسراء والمعراج، فأتي عليه الصلاة والسلام بالبراق وهو دون البغل وفوق الشمار أبيض. لماذا البراق؟ قيل لبريقه وقيل لشدة سرعته. ولماذا البراق؟ لماذا لم يكن شمارا؟ لماذا لم يكن خيلا؟ لماذا لم يكن إبلا؟ قال العلماء لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حالة سلم لا في حالة حرب، ومعلوم أن الخيول والجمال في العادة يحارب عليها، أما البراق فلا يحارب عليها. فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا البراق. ما الذي عليه؟ جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي أتي بالبراق مسرجا ملجما له لجام، فلما ركبه النبي عليه الصلاة والسلام استصعب، يعني أراد هذا المركوب أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل ما حملك على هذا؟ فوالله ما ركبك أحد أفضل من فارتضى هذا المركوب عرفا. وأما ما جاء في صفة هذا البراق من أن له جناحين، أو أن له خدا كخد الرجل، أو أن له عرفا كعرف الفرس، أو أن له قوائم كقوائم الإبل، أو أن له أظلافا وذنبا كذنب البقر، أو أن صدره من ياقوتة حمراء، أو أنه لا يمر على شيء ميت إلا حياة، فكلها أحاديث ضعيف. وهذا البراق قد سخر للأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ابن حجر رحمه الله آثارا قال يقوي بعضها بعضا على أن هذا البراق قد سخر للأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قال قائل أليس الله عز وجل قادرا على أن يطوي الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم طيا من غير أن يأتي له بهذه الدابة؟ نقول بلى، إن الله على كل شيء قدير. لكن لما كان هذا المركوب قد خرقت العادة فيه بحيث إذا مشى تصل خطوته إلى طرف بصره، إلى منتهى بصره، فمثل هذا من خوارق العادات، ومثل هذه الخارقة تزيد النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا وثباتا. ولأن الملوك العادة إذا أرادوا أن يرسلوا أحدا إليهم وأرسلوا رسولا بعثوا معه مركوبا لكي يركبه، ولله المثل الأعلى. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، عرج من أين؟ من بيت المقدس إلى السماء، وليس الصعود على البراق كما توهمه ابن أبي جمرة ونقل ذلك ابن حجر رحمه الله عنه في الفتح ورد عليه، بل نص ابن حجر وابن كثير على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج من بيت المقدس إلى السماء بالمعراج. ما هو المعراج؟ هو سلم له درج، أما كيفيته وصفته الله أعلم به، نحن نسلم به. ولذا يقول الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة، يقول في باب العقائد لا تقل لما ولا كيف، لا تقل لما أمر الله ولا كيف حصل هذا، لا تقل لما ولا كيف، إنما هو التسليم والانقياد.